نعم، في البداية نصف هذه الزيارة بأنها زيارة تاريخية. هذه الزيارة هي الأولى منذ 11 عاما من القطيعة في العلاقات المصرية التركية التي تأثرت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية. منذ عام 2012 لم يصل أردوغان إلى القاهرة، وسادت هذه الحقبة من السنوات توترات عديدة بين الدولتين، وصلت إلى حد سحب السفراء وتقليل التمثيل الدبلوماسي، بل وصلت إلى حد القطيعة بين الدولتين. وتطور الأمر عام 2020 كاد أن يصل إلى صدام عسكري بين القوات المسلحة المصرية وبين الجيش التركي في خضم الأزمة الليبية. خلال هذه السنوات ساد توترات عديدة بين مصر وتركيا، كان على سبيلها عزل جماعة الإخوان، وكان أيضا التوترات الخاصة بالملف الليبي وثروات الغاز في شرق المتوسط كانت تؤرق العلاقات بين القاهرة وأنقرة. منذ عام 2022 تم أتنية في زيادة التمثيل الدبلوماسي وتقريب وجهات النظر المختلفة عن طريق لقاءات عديدة كانت تتم بين مسؤولين مصريين وأتراك خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على زيادة التمثيل الدبلوماسي وتقليل حدة التوتر والاتفاق على عدد كبير من الملفات كان أهمها عدم تدخل تركيا في أزمات المنطقة والتفاهمات الاقتصادية والعسكرية والاقتصادية بين الدولتين. الآن الرئيس التركي يصل إلى القاهرة بعد عديد من الجولات التي قامت بها الدولتين لإصلاح وترميم العلاقة التي تأثرت على مدار السنوات الماضية. متوقع اليوم أن يجلس الرئيس المصري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهناك عديد من الملفات التي تنتظر الرئيسين، أهمهما القضية الفلسطينية، وهما الشغل الشاغل لدولتين كبيرتين إقليميتين مصر وتركيا في العالم الإسلامي. القضية الفلسطينية اليوم سيتم تباحث مستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة عدم تصفية القضية الفلسطينية والبحث في إدخال المساعدات الإنسانية والضغط على الأطراف المعنيين لسرعة وقف إطلاق النار، وهما وجهتين يعني تتوافق عليهم مصر وتركيا. أيضا على طاولة الحديث اليوم التعاون المصري الذي تنوي أنقرة ومصر أن تزيد الميزان التجاري بين الدولتين إلى 10 مليارات دولار. أيضا التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية. تم التصريح من قبل وزارة الخارجية التركية على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان أن تركيا ومصر سيتفقان أو سيوقعان خلال هذه الزيارة على تزويد مصر بمسيرات قتالية وأغراض عسكرية أخرى. إذن اليوم بعد هذه القطيعة الرئيس المصري والرئيس التركي أردوغان سيجلسان على طاولة واحدة يتناقشان في عديد من الملفات الإقليمية، بعض من أزمات دول الجوار، ليبيا مثلا، حيث أن مصر وتركيا بينهما أواصر عديدة في هذا الملف الذي كان هناك تصادم قبل 4 سنوات. اليوم العلاقة بينهما بها تفاهمات عديدة في هذا الملف تحديدا، وأيضا عديد من الملفات الإقليمية التي تربط البلدين. أشكرك محمد نشأت، مراسل الغد في القاهرة.